سؤال تعقيبا على اللي قلتي ست أمال. قلتي انه ضد العنف الاسري، واكيد كلنا ضد العنف الاسري، وبتعرفي انه في مشروع قانون كان مهم حضرته الجمعيه النسائيه لحمايه المراه من العنف الاسري، تم اقراره السنه الماضيه تحت ضغط الشارع، بس كان مشوه بمضمونه ولم يتم اقرار كثير من التعديلات اللي كانت عم بتطالب فيها الجمعيه النسائيه حتى الان. ما بتفتكري انه لو كان في عدد اكبر من النساء بالبرلمان اللبناني بفضل الكوتا النسائية، ما بتفتكري انه كان هالقانون ما تشوه هالقد من مضمونه، وكانت هالنساء بالبرلمان الموجودة بفضل الكوتا ناضلت من جوا حتى يتم اقرار جميع التعديلات المطلوبة؟ سؤالي كتير حلو ست نادين. لا ما بفتكر، لانه بوجود هيدا القانون الانتخابي لو السيدة او الرجل بالبرلمان مسيس مش مخير، فلا في نسوان ونساء عندهم سلطة مش ضروري سياسية اعترضوا على اغتصاب الزوج لزوجته، ايه بحق له. لا المرأة اذا ما ايمنت بحالة وكانت حرة بتفكيرها مش مقيدة، ما فيها طلب لي لا لي ولا للشباب ولا للصبايا. حتى لو كان في 20 سيدة بالبرلمان ما بقدر احصل على بدي اذا هي منها مقتنعة. بس هون بدي حيي بس النائب سامي جميل يلي نهار اللي كان عم يقر القانون الناقص بالعنف ضد المرأة كان هو جوا عم بيناضل معنا، لأنه مؤمن بقدرة المرأة وبده يمشي معها للأخير. بدي حيي مع أنه أنا ما قلي عليها أبدا بسياسته وضدها، بس إنسان مناضل لحقوق المرأة ولدور المرأة. شو بتحب تعلقي ست حياة؟ لا ما فينا نحط الحق على المرأة أبدا، القوانين والتشريعات خلقت تخدم المواطن مرأة كان أم رجل، وإذا ما في عندها قوانين دعمها شو بده يطلع بإيدها المرأة؟ لا ما فينا نقول. بعدين بالنسبة لحضور المرأة بشكل مكثف بالمجلس النيابي ضروري، صوت مرأة واثنين وثلاثة وأربعة مثل ما موجود من أصل 128 قديش بده يكون فاعل، بينما لو كنا كتلة أقل شيء 30 ل35 مرأة كان على الأقل بيطلع الصوت وزن قد ما لازم وعالي قد ما لازم. في ضرورة لحتى المرأة كمان ما تشعر حالها أنها هي موحودة بهالمجلس، يعني بتفوت وكأنها هيك شيء زهرة شيء وردة بيطلعوا فيها وبينسوا أنها موجودة. وفي عنا نساء بالمجلس ما بدنا نسمي ما طلع صوتهم من 4 سنين ومن 8 سنين لليوم ما قالوا مرحبا، معلش أي نوع من المرأة جايب لنا الرجل ما عندها صوت وما مستعدة ترفع صوتها، بينما لو كان في كوتا كنا على الأقل منجيب تنوع، يمكن مش الكل كانوا رح بيكونوا عظيمين لكن الحد الأدنى يكون في تنوع بهالمجلس. هيدا سوري ما عجبني الالتي. ما نحن هون على راسي ست حياتي كبرتنا. لا أنا بس كنت بدي أقول أنه بآخر انتخابات نيابية في كتير نساء مستقلات ترشحوا وأخذوا أصوات أكثر من الرجال، بس ما ربحوا لأنه منهم مسيسين ومش داخلين على الليستة، فما بهم بقى الكوتا النسائية. لو وصل 10 سيدة تراز رزق الله أخذت أصوات أكثر من الرجل، نعم اللي كان مرشح موجود بالقضاء عندها. سوري نسيت قضاء مش بعبدة بعبدة بلا بعبدة ما بعرف إذا بعبدة أنا نسيت بعبدة جنوبي بس أخذت أصوات من الداعمين اكثر من الشخص اللي كان مرشح بس هو كان نازل على الليستا. فانا بعتذر اذا ذكرت اسمه بس لاني بعرف القصه بالتفاصيل، وفي مثله وامثالها كثير. الكوتا ما بقى تهم، قانون الانتخاب هو اللي بهم بالنسبه لوصولها بمجلس النواب. هيدا رئيسة حياة. لا لا كله بهم اكيد، قانون الانتخاب مهم كثير انه يكون في اصلاح حتى الحد الأدنى يجوا أو نسبة أو دائرة صغرى، هي بتساعد كتير. لكن الكوتا مرحليا هي اللي راح تعبد الطريق أمام المرأة، وبعدين نبقى نحكي على الكفاءة بعد ما نعود الناس على وجود المرأة في القرار السياسي. طيب ست حياة شو ردك للي بيقولوا أنه اعتماد الكوتا هو تمييز بحد ذاته، أنت عم بتحاربي التمييز ضد المرأة؟ لا بدنا شوفي بدنا نعمل كل نظرية بدنا نقولها بدنا ندعمها بوقائع وبدنا ندعمها ببراهين. وين الكوتا ميزت؟
وين هلا بيقولوا انه صار في 30% من اعضاء القضاء سيدات. اوكي الوقت اللي بنتجاوز 50% ساعتها بيصير في حكي بخطورة هالموضوع، لان احنا بنقول انه ضروري كل شيء يكون مناصفة، انما انه ينقال انه هيدا تمييز بدون ما نجربه على الارض وبدون ما نشوف نتائجه على الارض وبدون ما نعرف قديش اجا لمصلحة البلد او اساء الى البلد، ما بنقدر نحكم على الكوتا انها خربت الدنيا قبل ما نجربها. وبعدين الانظمة المثالية هي الانظمة اللي بتعتمد التجربة وبناء عليه تأخذ القرار. نحن بدون ما نجرب منحط براسنا فكرة وبدنا نقرر انه هيدي صالحة او غير صالحة، ما بنقدر هيك. يعني هيدا الشيء منه صحي، هيدي طريقة تعاطي منا صحية. هلأ أنا فيني أخذ مثل، اعتمدوا بمصر الكوتا وجابوا كم معين من النساء، على عظيم شاركة المرأة سواء كانت مشاركتها ناجحة أو ما كانت ناجحة، مش هون القضية. القضية إنه ألغوا بتاني دورة، ألغوا لا عملوا دورتين، التالتة ألغوا الكوتا، ما فات ولا مرة على المجلس. حدا يقول لي كيف بتعالج هيك موضوع؟ طب ما كانوا موجودين والتقوا جوا وطلع كم منه قليل، بعد شوي التغى نهائي وجود المرأة، انه كيف بهيك حالة بدي برر انا عدم اعتماد الكوتا؟ هيدا الحد الادنى. الاردن قضوا عمره نضال طويل عريض ما كان يفوت ولا مرة، وقت اللي صار في كوتا فاتوا النسوان. كيف منعالج هيدا الموضوع؟ المثل تبع مصر هو مثل أعلى يعني بالنسبة لهيدا الموضوع. بطلت تفوت المرأة لأن خافت، ما عندها قانون، إذا ما عندها قانون ما بحاول، مشان هيك تالت دورة بطلت تفوت. أنا ما بدي قانون، لا بدي خاف ولا بدي خوف، أنا بدي حقي بمشاركة سياسية اجتماعية اقتصادية، ورح ضل عيد فنية ثقافية والبدنية، وما بدي كوتا، بدي كفاءتي توصل. انا ما بنبسط، سوري بس بدي اقول لك بعد شغلي، بس مثل حي على اللي عم بتقولي، وين ما كان في كوتا وفاتت المراه؟ ممنوع التقطيع. سوري لا ما في مشكلة. انا اخذت فاول، اخذت فاول. معك حق، خلصي فكرتك وبعدين لا مش مشكل، بس انا كان بعد في فكره، انا ما بدي احكي بالمطلق، بس السيده اللبنانيه كفوقه وما عم تعرف تبرز كفاءتها، لان ملتهية بغير اشياء ما عم بيخلوها ولا عم يعطوها وقت تبرز كفاءتها، بهتوها اذا قصرت ببيتها، بهتوها اذا، بس هي بدها تعطي وقت تبرز كفاءتها. الدراسه، العلم، الاقتصاد، كله بده وقت. فكفى هات بالسيد اللبناني وتخويفها لما توصل كفاءتها. هلا مش كل العالم خايفه، نو ابدا مش هيك الوضع. وبعدين انا بحب مثل ما قلنا انه مهما كانت النظريه مهمه ان تستند الى واقع او الى تجربه. ما شفنا ولا بمحل من العالم المراه قدرت تكون اكثريه بكفاءتها. نحن عاده نعتمد المثل الامريكاني، بقلب الكونغرس قديش عنا مراه؟ لا هيدي مرت، مرت 18% ما كثيره، 18%. بينما يعني لازم يكون في كوتا تدخل المرأة، وبعدين لك الحادث حديث بشكل، نحن عم نقول ترانزيشنال كوتا يعني مرحلية. وين في 50-50؟ فقط بمجلس الشيوخ الفرنساوي لأنه جابرينه. شو معلش شو ردك؟ بدي بس ارجع اختم انه ما بيهمني يكون في 50، بيهمني يكون في ولو 18 كفوقين. رح نتوقف للحظات مع الإعلان ومنرجع معكم بحلقة مناظرة حرة، خليكن معنا. عودة لكم مشاهدينا الأعزاء لمتابعة حلقة اليوم حول موضوع الكوتا النسائية، ومنرحب مجددا بضيفتينا السيدة حياة أرسلان والسيدة أمل أبو فرحات مبارك.
بهالفقرة رح نبلش بعرض تقرير عن جلسة جرت بالبرلمان الأردني بكانون الأول من السنة الماضية مع مداخلة للنائبة هند الفايز اللي انتخبت بفضل الكوتا النسائية. خلينا نشوف مع بعضنا التقرير ونرجع من علق عليه مع ضيفتنا. يعني أنا بدي أكد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بس اقعد شوي، هو جنب الميكروفون. الله لا يسامحه اللي جاب الكوتة على هالقبة، الله ينتقم منه. الله ينتقم منه، الله ينتقم منه. اقعد كمل حكي، اقعد يا بنت الناس، خلينا نحكي. احكي يا يحيى. الله ينتقم من اللي جاب الكوتة على هالقبة، الله ينتقم منه. يشطب من محضر الاجتماع لك حديث يحيى. اي مش معقول هذا الكلام. يا يحيى عاد اعتذر، ما بصير. اي مش معقول هذا الكلام. كلهم نواف كلهم. تفضل احكي. احكي يا يحيى. انا قاعد احكي. سعادة الرئيس، بداية اعتذر، يعني اعتذر من الكوتا. تقول اعتذر من الكوتا. الله ينتقم منه مرة ثانية اللي جاب الكوتا. الله يسترجاه اللي جاب الكوتا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتي في مسجدي هذا. احنا قادرين نحكي مع حد؟ قادرين نحكي مع حد الفايز؟ يا يحيى، لا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يا يحيى. يحيى سعادة الرئيس، يا يحيى ما بعتذر. لا اللي حكيت فيه غلط. لا يجوز. لا انا ما بعتذر، خلي علي ما تشتغل. ما حكيت غلط انا يا احمد. الرئيس وين يا وصف؟ اقعد يا وصف، اقعد يا زكريا. يا اخوان مثل ما شفنا التقرير، النائب الاردني عم يحتج على موضوع الكوتا. سيدة أمال، شو رأيك؟ أول شيء منحب نعرف شو رأيك بهذا التعليق وبهالتقرير، وما بتفتكري أنه بفضل الكوتا قدرت هند الفايز تدخل على المجلس النيابي الأردني، قدرت تغير الصورة النمطية للمرأة، قدرت تعبر عن رأيها وعن موقفها، وخلقت نوع من النقلة النوعية. شو رأيك بهالموضوع؟ بدي جاوبك من الأخير. سيدة هند أنا متابعتها ومتابعة نشاطاتها. لا مش بفضل الكوتا، هي كانت رح تعمل نفس الشيء بكوتا وبلا كوتا، ورح كنا نتلقى نفس الجواب من الزميلة بكوتا وبلا كوتا، بس رح يخترع شيء مثبت تاني إلى علاقة مش بالكوتا، لأنه هيدي العقلية الذكورية العربية بالإجمال عم بحكي، مش الكل طبعا، هي اللي مسيطرة عندن وعنا وين ما كان. فما خص الكوتا، هو لعن الساعة لأنه مضاها، بس من مضاها وما مضاها ما حيتغير شيء. ست حياة بتحبي تعلقي على موضوع؟ أكيد طبعا، مدام أمال حطتها بإطار مهذب وحلو، لكن هيدا إشارة مهمة كتير لمستوى التخلف يلي عالقين فيه نحنا، سواء بالبرلمانات العربية أو بالبرلمانات تبعيتنا نحن. هيدا التخلف ما بيشرف ابدا نستند عليه لنكون مع الكوتا او ضد الكوتا. محزن جدا انه تكون هيدي الشخصيات يلي منواجه فيها العالم. نحن بحاجة لانه نطور مجتمعاتنا ونحسنها ونقدر نتماشى مع التطور العالمي. هالمشهد يلي شفناه هيدا سيء بحقنا كتير، وسيء بحق صورتنا، مش بس بحق صورة الأردن. بالعكس أنا بقول هيدا بدعم وجود الكوتا، وبأكد إنه في ضرورة حتى المرأة تكون موجودة أكتر، وحتى المرأة تقدر تثبت حالها أكتر.
بس سيد ست حياة، ما بتفتكري انه لو هند الفيز انتخبت مش بفضل الكوتا، من دون مساعدة الكوتا، ما كان صار فيها التعاطي الفوقي معها؟ يعني كأنه عم بيطلع فيها بطريقة دونية، وفي تعاطي فوقي لأنه يمكن طلعت بفضل الكوتا مش لأنه بفضل الكوتا، هو لقى العذر حتى يحكي هالكلام النابي، إنما كان راح كمان يسب للي انتخبوه. مين اللي قال انه كان راح يسب بس للكوتا؟ طيب شكرا. قبل ما ننتقل للاسئله من الجمهور، بدنا نسال بعد سؤال مشترك للضيفتين، وهو هل تفتكروا انه المشكله هي مشكله قانون انتخاب او مشكله عقليه ذكوريه سائده بمجتمعنا؟ بدي كاني انا بدي لأنه مشكلة قانون انتخاب، لأنه كنت عم تناقش أنا وأصدقاء لي مش من زمان بهالموضوع. مجتمعنا الشبابي والمتوسطي والأكبر صار مآمن بقدرة المرأة. المثل على هالشي، سنة 2009 نحط إشارات ببيروت، من 2009 لليوم تقريبا أكثر من 80% من العالم بيلتزموا فيها من دون ما حدا يحسبهم، ما في ضبط، وفي 20% ما بيلتزموا او يمكن اقل، ونحن بنقول طيب معقول قطع الاشاره الحمراء؟ كثير مهم القانون، بس المهم القناعه، وانا مقتنعه انه مجتمعنا عم يتغير وصار يؤمن بقدره المراه، لانه تبين له انه المراه القادره مش بحاجه لا ولا حزب ولا سياسي ولا رجال يدعمها، بدها رفيق وشريك وبس. شو مهم هالتفاؤل، يا ريته بيسري على الأرض، كنا بألف خير من الله. أنا شايفة العكس تماما، أنا لا متفائلة بالنظرة للمرأة ولا متفائلة بالنظرة للرجل. نحن بحاجة إلى ثورة بيضاء ما بيحققها إلا الشعب، وما بيحققها إلا الجيل الجديد اللي هو انتو. نحنا بحاجة لانه نثبت انه الشعب اللبناني بيحاسب على الغلط وبيكافئ على المنيح. لليوم رح نلاقي حالنا كل يوم بمشكل اكبر وبصورة سوداء اكتر. مبارح شو عملوا بالنقابات؟ شو عملوا المتسلطين على القرار بالنقابات؟ اي نظرة متفائلة عم نحكي عنها؟ كل ما بدنا نقدم فشخة نحو الإصلاح بردونا فشخات لورا. نحن اليوم كل ما قلنا عم نوقع، وكل ما قلنا عم تسود الصورة بوجهنا، وما بيجوز نسكت وبدنا نتحرك ولن نطمئن، وأوعى حدا منكم يطمئن إنه الأمور رايحة للمنيح. أمال عم بتضلي لينا؟ أنا بعتذر ست حياة، لا أنا ما عم ضلل، أنا عم بنقل وجهة نظر اللي حوالي، وأكيد نحن بدنا تغيير جذري بالمجتمع، بس أنا متفائلة لأنه شركائي بالعمل الاجتماعي ولحقوق المرأة هن رجال، فأنا متفائلة كتير بهالموضوع. نحن مش متفائلة، أنا يعني بقدر أعطيك ليستا، هن رجال أكتر من نساء، يعني لأن الرجل إذا أيمن بقدرة المرأة ما بيعود يغار، بينما المرأة بيضل في عندها حساسية، أنا أحلى وأنا أطول وأنا أقصر. ما دامك قلتي ليستا معناتها محدود جدا. لا لا أنا مش ليستا سياسية، أنا ليستي أسامي بس ما لازم نحطها. خلينا يلي بعرفهم أنا.